وانا مستمتع النهارده باللاعب التاريخي من ارض التاريخ والحضاره كابتن علي خليل. كابتن علي، من الاسماء اللي حضرتك قلتها النجوم الكبار في جيلك، مين اللي كان قريب لكابتن علي خليل؟ هو طبعا اقرب واحد ليا كان الكابتن محمود سعد. يعني كان في بينا علاقات، يعني كنت بروح اسريا، يعني كنت اروح عنده البيت واقعد مع والدته ووالده ويعزمني وانا كنت اعزمه عندي في البيت. يعني كان اقرب واحد ليا يعني كابتن محمود سعد. لكن كل اللعيبه كنا اصدقاء، ما كانش في زي الايام دي يعني في خلافات او اي حاجه. كلنا كنا فريق واحد وكنا كلنا بنحب بعض، ما كانش في اي خلافات. وكنا طبعا من كتر ما حبنا لبعض احنا عمرنا ما خسرنا ولا مباراه. الجيل اللي احنا طلعنا كابتن فاروق جعفر والخواجه والشله دي طبعا. تفتكر اول مباراه مع الدرجه الاولى؟ اول مباراه في الدوري كان مع نادي الاولمبي. وفي المباراه دي كان تعادلنا فيها 0-0، ودي لعبت انا واحنا ثلاثه لعبنا واحنا صغيرين، لعبنا مع الفريق الاول كان كابتن فاروق جعفر وكابتن محمود الخواجه وانا لعبت. ودي كانت اول مباراه لينا في الدوري. مين اللي صعدك وقتها من الناشئين او اللي رشحك هو عشان تطلع الدرجه الاولى؟ هو طبعا انا ليا قصه غريبه قوي وفيها صدفه جميله جدا. حكايه المنتخب. حكايه المنتخب ان انا كنت مقيم في النادي، وبنام في النادي وباكل في النادي طبعا. وجي المنتخب، جهونوا المنتخب وجابوا مدرب اسمه مستر كرامر، ده من المانيا. هو كان اصلا جاي يدي محاضرات في مصر، فهم خلوه بقى يدرب المنتخب. فعملوا فرقتين ناقص واحد. وانا كنت طالع من الغرفه الخاصه بيا في المعسكر. فببص كده على الفريق الاول على الملعب انه جنب المقصوره على طول، فقالوا لي تعال انزل كمل التقسيم. رحت نازل لعبني 3 اشواط، كل شوط نص ساعه. يعني مجرد انت واقف بتكمل بس التقسيمه مع المنتخب. لا نزلت لعبت. بقى ايه، ربنا وفقني سجلت 6 اهداف. كان ساعتها كان احسن حارس في مصر كابتن حسن كابتن علي. حسن علي يوجا. وطبعا طبعا هو درجة ان هو بيسالوه يعني ازاي انا حطيت، قال لك هو علي خليل ما بيعرفش هو حط الكره ازاي. قلت له لا، ده انا بحط الكره ان انا كنت قبليها واخدين بطوله تحت 19 سنه وبطوله 20 سنه، وكنت انا الهداف في البطولتين واخد احسن لاعب. فكنت يعني متمكن في احراز الاهداف، فحرزت 6 اهداف، وكانوا 6 اهداف جميله جدا. يعني كل هدف كان ليه يعني شكل معين، يعني تحب تستمتع بالاهداف اللي انا سجلتها. فبعد التقسيمه ما خلصت رحت طبعا غرفتي ودخلت استحمى باخد دوش، قالوا لي مبروك يا كابتن انت دخلت المنتخب. طبعا ما كنتش مصدق، يعني صدفه غريبه جدا. انا لسه ما لعبتش فريق اول واخش المنتخب وانت لسه في الناشئين. وانا لسه في الناشئين. فطبعا كانت صدفه حلوه قوي. قصه حلوه طبعا. بعد كده بقى ابتديت العب في نادي الزمالك. بقى ايه مع الفريق الاول.